مولود العذراء، بالرغم من تواجد المشتري والقمر بمواجهة برجك نهار السبت بالحوت يلي بيحملك بعض الهموم، إلا أنك رح تتحرر من الضغوطات اعتباراً من نهار الأحد والتنين، وبتدخل بمرحلة مهمة مع كثير من الحماسة والنية الحقيقية حتى تنفذ مشاريع بناءة. رح تعيش بمخيلة جيدة، والأهم أنه وجود كمان الكواكب مجتمعة ببرج الجدي، الشمس، الزهرة وبلوتو، بيعطيك طاقة، قوة، ثقة بالنفس، يعني حياتك رح تتغير نحو الأفضل، فيها تحولات مهمة، ولكن من الضروري أنك تاخذ قرارات وصفحات جديدة ومحطات جديدة، ومهم جدا خاصة الأحد والتنين لحظة وصول القمر لبرج الحمل الصديق يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من برج الحمل بموقع مساعد لك، حتى تهتم بالأمور من وجهة نظر مختلفة، وحتى تتواصل مع الآخرين بطريقة لبقى ونفسية أفضل، بتعود عن الوقت الضايع وبتشعر بقوتك، واللي بتساعدك الظروف كمان على توسيع دائرة البحث، وبتقدم بالنهاية عمل كامل متكامل بنال الإعجاب. بيتابع الحظ دورته مع انتقال القمر لبرج الثور يلي بيشكل مثلث فلكي ترابي مع الشمس من برج الجدي، وبيخليك الاقوى بين الابراج بين الثلاثاء والخميس، بتقوى الحظوظ وبينفتح قدامك مجالات حلوه، طاقات جديده على كافه الاصعده، لكن رح يتبدل المشهد الفلكي نهار الجمعه مع انتقال القمر لمواجهه برجك من الجوزاء، وبكون باعلى نقطه بالدائره الفلكيه، بتكون تحت الاضواء وبتكثر عليك المسؤوليات، وبتعتقد انه الجميع عم يتآمر عليك، لكن بالرغم من هالتقلبات الفلكية رح تعيش أسبوع مهم جدا ومنتج. قوي قلبك وبالتوفيق يا رب عزيزي العذراء. عاطفيا بعدك عم تعيش أجواء ممتعة مع الشريك، وبتحلق بسمع عالية مع وجود كوكب الزهرة ببرج الجدي الترابي الصديق، رح تنتظرك انفراجات كتيرة وبتحصل على فرص مناسبة حتى تطور حياتك وتعزز مشاعرك وتوطد العلاقة مع الشريك والولاد والأهل. أما العازب قادر يمارس جاذبية كبيرة وبيسمع كلام حلو وبوح بالحب، وكمان ممكن يلاقي شخص بيهتف قلبه لإله. أسبوع جيد جدا بيحمل معه تشويق كبير وحماسة ومفاجآت استثنائية.